وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من بيروت العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، يعني اليوم هي المرة الأولى التي يتم استهداف مجمع للصناعات الأمنية في منطقة الشغور بالجليل الأسفل شمالي إسرائيل. ما مغزى هذه الخطوة من حزب الله في الوقت الذي ربما تعلو فيها أصوات الحرب وإمكانية أن توسع إسرائيل من حربها إلى خارج الحدود وتمتد إلى لبنان، وكانت هناك أكثر من إشارة إلى ذلك؟ يعني هناك الردع، يعني المطلوب باستهداف هذه المراكز هو الردع، وإثبات هذا الردع على صعيد أن الاستطلاع المقاومة الإسلامية في لبنان الأراضي الفلسطينية المحتلة بدقة كبيرة. هذا يعني أن، وخصوصا بعد ما نشرت هذه الاستطلاعات في وسائل الإعلام، ونعلم أيضا أن ما هذه المراكز الأمنية الأساسية أو الحيوية أو الحساسة لا تظهر من خلال صور الأقمار الاصطناعية، ولا تظهر إلا من خلال الاستطلاع المباشر. لذلك حزب الله اليوم أكد الإسرائيلي أن هذا الاستطلاع هو استطلاع صحيح، وهو قادر على ضرب أي منشأة حيوية تم إظهارها عبر الصور التي نشرها في وسائل الإعلام. لذلك يقول الإسرائيلي اليوم أنك يا إسرائيلي أنت مردوع، لا تقدر على أن تقوم في عملية باتجاه لبنان، لأننا سنقوم بهذه الإجراءات، سنضرب كافة المراكز الحيوية التي قد استطلعناها ونعرفها جيدا ونعرف مدى أهميتها ونعرف أين هي وهذه تفاصيلها. كذلك يعني هناك بعض التصريحات داخل الكيان الإسرائيلي أن إذا قام حزب الله باستهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية، هذا يعني أن كافة التجهيزات العسكرية ستتوقف، وكذلك كافة التجهيزات في هذه الدولة ستتوقف. عنوان كافة هذه العمليات هي الردع، لأن حزب الله اليوم تراجعت وتيرة العمليات لديه الكثيفة، إنما هو اليوم بعمليات قليلة ولكنها نوعية جدا. هذه النوعية من العمليات تقود بكفتها وأهدافها هي الردع فقط. طيب، ألا يمكن أن تؤتي هذه العملية تأثيرا عكسيا، يعني بدلا من الردع أن يكون هذا استفزازا أكبر للجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل زيارة يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي الآن إلى الولايات المتحدة، وهناك حديث عن أسلحة تطالب بها إسرائيل في الفترة القادمة كانت تتهم الولايات المتحدة أنها تحجبها عنها، وبالتالي ستعطي ذريعة لإسرائيل، لبنان ستعطي ذريعة لإسرائيل أو حزب الله أنه يحتاج إلى هذه الأسلحة فعلا للتصدي لهذه الهجمات النوعية الدقيقة التي يمكن أن تورط المنطقة في حرب. هل يمكن أن نقرأها بهذه الصورة؟ نعم، كل عمل ممكن أن يكون له نتائج عكسية، ولكن أريد أن أوضح مسألة مهمة جدا. حتى عندما كان الكونغرس الأمريكي يحجب بعض المساعدات عن الدولة العبرية، هذه المساعدات كانت تأتي بكل سهولة وبكل انسيابية إلى الكيان الإسرائيلي والصهيوني من خلال قيادة سانت كوم، يعني القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، وهذه هي كانت طريقة للخروج من الدوائر القانونية الأمريكية لوصول هذه المساعدات أو عدمها. أما نوعية الأسلحة التي يطالب بها اليوم الإسرائيلي من الأمريكيين هي أسلحة تدميرية، وليس هي ذات قدرة على تحطيم أو إيقاف أو ردع حزب الله بالنوعيات الأسلحة الجديدة التي يستعملها اليوم من خلال المسيرات التي أثبتت جدارتها وأثبتت فعاليتها وأثبتت تفوقها في بعض المجالات.
ولا يمكن الامريكي اليوم ان يدعم الاسرائيلي في تسليح او في تدريع او دروع او دبابات افضل، هي افضل من عربة الرب اي المركافة التي هي مجهزة بكافة التجهيزات النوعية ونظام تروفي الذي يفجر المقذوفات باتجاهها قبل وصوله، وهذا ما اكتنفه حزب الله في إبداع نعم نوعية طيب ما من الصواريخ لإحداث لإحداث تأثير على هذه الدبابة رغم أجهزة التروفي الخاصة بها. نعم المقصود أن الأمريكي اليوم هناك رادع آخر للأمريكي أن لا تقوم إسرائيل في بهذه العملية، لأن الإسرائيلي اليوم يحتاج الأمريكيين مباشرة للدخول معه في هذه الحرب، وهو يحاول الإسرائيلي هو جر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المعركة، ولكن الأمريكي اليوم هو في سيدخل في غيبوبة الانتخابات، والقوانين الأمريكية لن تسمح له في هذا نعم الدخول، وهذا توقيت مناسب كي لا يكون لها ردة فعل عكسية على عمليات الردع التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان. نعم. نعم طيب أخذا في الاعتبار موقف نتنياهو السيء الآن سياسيا في إسرائيل، سواء من ناحية أعضاء الحكومة أو المعارضة أو من الشارع الإسرائيلي أيضا، هذه النقطة فكرة فتح جبهة جديدة في لبنان والرد على استفزازات أو الرد على هجوم حزب الله، هل تراه يحسن من موقفه بمعنى أنه مطالب بأن يرد على حزب الله حتى يثبت أنه ما زال يسيطر وما زالت قوته العسكرية قادرة على تحقيق خسائر في صفوف حزب الله، أم من الأفضل له ألا يفتح جبهة أخرى حتى لا يواجه فشلا جديدا يضاف إلى فشل عملياته في غزة حتى الآن؟ ليس دائما الرغبة هي ما يحقق، يعني نعم نتنياهو هو يرغب بزيادة فعاليته في لبنان وبعملية عسكرية باتجاه لبنان، ولكن هذا لم يسمح له الجيش الإسرائيلي بذلك. الجيش الإسرائيلي اليوم ولدي دراسة قد نشرتها قبل ذلك أن الإسرائيلي اليوم يحارب أو يقاتل بقواته على حافة الهزيمة، لأن هناك استنزاف كبير في الطاقة البشرية لديه، هناك بعض الألوية قد صرحت نهائيا وهي ألوية نخبة، هناك قدرات محدودة أمام جبهتين قويتين، يعني جبهة غزة هي تعتبر كانت جبهة ضعيفة، ولكن ما أنجزته جبهة غزة اليوم فاقت التوقعات وفاقت الفكر الإسرائيلي بعملياته، أما جبهة لبنان فهي جبهة قوية تضاهي أفضل الجيوش الموجودة في منطقة جنوب شرق آسيا وقادرة على تحقيق نصر. ليس كل ما يرغب به نتنياهو سيتحقق. الجيش الإسرائيلي اليوم يعني قد أرسل توصيات إلى الحكومة الإسرائيلية ليكون قادر على أن يعمل عملية برية يعني محدودة، نعم وهذه التوصية كانت أخذت بعين الاعتبار، وأعتقد أنها لا يمكن تحقق هذه التوصية بانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من الجنوب أي من قطاع غزة ومن القيادة الوسطى لأن يعمل على عملية محدودة في جنوب لبنان. نعم طيب ماذا عن ردود الأفعال في الداخل اللبناني تجاه ما يقوم به حزب الله من عمليات نوعية في الوقت الحالي؟ يعني في أوقات سابقة كان هناك هجوم من تيارات لبنانية مختلفة تجاه حزب الله أنه سيجر لبنان إلى حرب جديدة وسيدخلها إلى يعني ربما مرحلة دمار شامل، وهو تهديد وجهه نتنياهو بالفعل إلى لبنان أنه سيعيدها إلى العصر الحجري. هل هناك توافق بين القوى السياسية اللبنانية حيال ما يقوم به حزب الله حاليا، أم ما هي ردود الأفعال؟ كيف ترصدها؟ يعني هذا الجواب يجب أن نشرحه شيئا ما. نعم المجتمع اللبناني اليوم بأغلبيته هو مع المقاومة،
يعني المجتمع اللبناني اليوم هو ليس منقسما انقسام حاد باتجاه المقاومة، إنما اليوم هناك أغلبية الشعب اللبناني نعرف أن لبنان هو منقسم إلى ثلاث أثلاث، الطائفة طائفيا شيعة وسنة مع الدروز ومسيحيين الثلث الآخر. اليوم بكافة الطوائف الإسلامية هي مع المقاومة، جزء كبير من المسيحيين مع المقاومة، وهناك جزء آخر وأصلا في دائرة الدائرة الأخرى، يعني هو ضد المقاومة، هو أصلا كان مع الإسرائيلي، وهو أنتج رئيسين جمهورية في لبنان على الدبابة الإسرائيلية، وأصلا لا زال اليوم يطالب لبنان بالاتفاق مع إسرائيل. هو لا زال حتى اليوم يعتبر أن المقاومة الإسلامية في لبنان هي اعتدت على إسرائيل ويعترف بإسرائيل كإسرائيل. نعم. أما كافة الشعب اللبناني والقوانين اللبنانية والأنظمة اللبنانية هي لا تعتبرها إسرائيل، وتعتبرها كيان محتل غاصب. ولا زال اليوم حتى اليوم لبنان يعرف عن العدو الإسرائيلي وليس إسرائيل كصديق. هذه المجموعة هي مجموعة اليوم صغيرة، لا تمثل الشعب اللبناني بكفيته، إنما تمثل قلة من الشعب اللبناني، ومعروفة في كافة أوساط المجتمع اللبناني وحتى دوليا وحتى على الصعيد المصري. نعم. طيب، إذا كان هناك توافق في الجبهة الداخلية اللبنانية في الوقت الحالي، هناك خلاف في الجبهة الداخلية الإسرائيلية حيال الموقف الإسرائيلي تجاه لبنان. يعني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي يقول أن تل أبيب ليست في وضع مناسب لخوض قتال في الجبهتين الشمالية والجنوبية، وأن القتال مع حزب الله في الوقت الحالي معقد الآن ولاحقا. لكن في ضوء إعلان جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي أنه يجب التخطيط أو التصديق على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان، فهذا عكس ما يراه أو ما تراه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بإسرائيل، بمعنى هناك أطياف تريد الهجوم وهناك أطياف تفضل عدم الهجوم لأنه مستحيل فتح جبهة في لبنان الآن. كيف تنظر إلى هذا الصراع، وأي الكفتين أرجح سياسيا في الوقت الحالي برأيك؟ نعم، أنا أريد أن أوضح أضيف على الجواب الأول قبل أن أدخل إلى هذا الجواب. يعني أنا لم أقل أن هناك إجماع لبناني على المقاومة، إنما لكن على الأقل أريد المعظم. هناك أغلبية الشعب اللبناني نعم. متفق على هذه المقاومة. أما بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي فهو منقسم أصلا سياسيا وعسكريا، يعني هناك اختلاف بوجهات النظر السياسية بين الأطراف السياسية، وهناك اختلاف بين العسكريين والسياسيين. أريد أن أوضح مسألة مهمة جدا، أن الخطط العسكرية وحتى المصادقة عليها هي ليست هي أمر عمليات للهجوم أو للقيام بعمليات عسكرية. الخطط كافة الدول يعني تعمل على تخطيط للعمليات حتى مستندة على افتراضات معينة، وهذه الخطط دائما تصدق، ولكنها لم تكن، يعني هذه الخطط لا تكون بمثابة أمر عمليات الدخول في عملية قتالية إلا بعد أن تصدر الأوامر من الجهة السياسية، وهذا يتوجب على الجهة السياسية أن تؤمن الكثير من التجهيزات والمعدات وبعض القوى، إعادة هيكلة بعض القوى لبعض المصادقة على شو اسمه خطة العمليات لتكون أمر عمليات. نعم. حتى اليوم هذه خطة العمليات والإعلان عنها، وعادة الجيوش تصادق على الكثير من خطط العمليات. الجيش المصري، وأنا كنت ضيف لهذا الجيش، جيش مهم جدا، لديه خطط عمليات لكافة الجبهات، لكافة الحدود المصرية. هذه الخطط هي ليست بمثابة أمر عمليات. حتى الجيش الإسرائيلي حتى يعني لديه خطط للدفاع نعم. أمام الجبهة
الإسرائيل، رغم أن إسرائيل هي يعني موقعة على اتفاقات سلام، والإسرائيلي كذلك لديه خطط باتجاه مصر. هذه الخطط هي ليست أمر عمليات ولا توحي بعمليات، إنما الإعلان عن هذه عن تصديق هذه الخطة هي كانت بمثابة التهويل والدفع والدفع كشيك لهوكشتاين أثناء زيارته نعم والمكوكية التي كان يقوم بها لفرض اتفاقية ما وفصل جبهة غزة عن جبهة جنوب لبنان. نعم العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.